السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعنا غاليين، أفضلتنا اليوم من صالة الناغي وكيف سيارات الميني بالمملكة. نستعرض مع بعض نسخة الأس من ميني كوبرا 2023، السيارة الرياضية طبعا بمحرك 2000 سيسي بتصميم خارجي ولا أجمل. وهنا التصميم للواجهة الأمامية بشكل كامل، طبعا مثل ما أنتم ملاحظين هذه الواجهة الأمامية وهنا الإنارة. كسيارات طبعا ميني صغيرة بالحجم، هاتشباك بتصميم جميل رياضي وعصري. هذا الشبك الأمامي، خلونا نشوف بطاقة المواصفات. هنا سعرها 193,000 ريال، وهذه مواصفاتها. محرك 2000 سي سي 231 حصان، والعزم مثل ما انتم ملاحظين ما شاء الله 450 نيوتن. لا كأنه في خطأ كذا، التسارع من 0 لـ100 في 6 ثواني، ناقل حركة 6 سرعات، وهذه تفاصيلها بشكل كامل. جنوب مقاس 17 إنش على 45 على 205، الجنط جاي باللون الأسود، حساسات خلفية أكيد موجودة عليها، ديفيوزر رياضي بالخلف، ديفيوزر رياضي، وهذه الداخلية. هنا المراتب اللي بالخلف، وهنا المراتب اللي بالأمام. هذا ناقل الحركة، طبعا موجودة النسخة الرياضية موجودة هنا. طبعا اذا قلنا هنا الاحسن 230، فالعزم تقريبا حول 300 وشوي نيوتن. هنا بالكت الرياضي ما شاء الله التصميم جميل، حتى الجنب مختلف، وهذه الداخلية. المعذرة، هذاك اللي بالكت الرياضي قمت أقول هنا بالخط بالكت الرياضي، هذه النسخة العادية، وهناك اللي هو بالكت الرياضي، فنعتذر ثاني مرة. مع حاصف الظهر، وهنا الداخلية بشكل كامل ما شاء الله، ولا أجمل السيارة. خلونا نشوف بطاقة السعر، 193,000 ريال. الزيك اللي موجود على غطاء المحرك، الجنط طبعا هنا تصميم ولا أجمل، تصميم ولا أجمل. وهذه هي النسخة الثانية. هي باللون الأسود بشكل كامل، سواء قشط البون أو الزيك اللي على غطاء المحرك أو الكروم باللون الأسود، حتى الجنط جاي باللون الأسود، هناك باللون التيتانيوم. الغريب إنه فيها مثبت لمطب الأطفال أو الإيزوفيكس موجودين. آخر مرة صورت هذه السيارة تقريبا في 2019، طبعا هنا بي ام الفئة السابعة أو الفئة الثامنة كشف، وهنا الفئة الرابعة 430. طبعا هذه كلها صورتها لكم بالأيام الماضية. في أمان الله.